زخم كبير من البطولات تعيشه كرة السلة المصرية سواء على منتخب مستوى المنتخبات أو الأندية. النهاردة هنتكلم بشكل يعني مفصل عن كرة السلة المصرية مع كابتن طارق سليم نجم نادي الزمالك السابق ونجم منتخب مصر. كابتن طارق برحب بيك على شتون تايم سبورتس. الله يخليك يا أستاذ إبراهيم، وأبقى سعيد إن دايما ببقى معاك. ربنا يخليك. والنهاردة كده يعني هنبدأ من الآخر بقى، النهاردة آخر مباراة، ماتش الأهلي وسموحة سواء على مستوى المرتبط أو الكبار. وصول سموحة للمباراة النهائية كانت مفاجأة، عملوها لما كسبوا فريق سبورتنج الكبير. على مستوى المرتبط أنا شايف إن مرتبط سموحة يعتبر من أقوى الفرق اللي 18 سنة في مصر دلوقتي بالنتائج اللي عملوها. ما خسروش ولا ماتش في المرتبط إلا ماتش الأهلي النهاردة. شوف حضرتك، بالنسبة للمرتبط هو ليه تسمى مرتبط؟ احنا عايزين نعرف عشان نعرف السادة المشاهدين. تمام. ليه تسمى مرتبط؟ لأن ده مرتبط بالفرق الصغيرة. سنة الاتحاد بيعملها تحت 16 سنة وسنة 18، يعني تمام. السنة دي تحت 18 سنة، السنة الجاية تحت 16، هو الاتحاد عاملها كده عشان الأندية تهتم بقطاع الناشئين. كويس. فعلا زي ما قلت حضرتك، سموحة وصل بناء على فرقة الناشئين وصلته اللي هو الهدف اللي هو وصل. فرقة سموحة أول مرة في تاريخ سموحة توصل للنهائي، وده شيء يتحسب للنادي، يتحسب للكابتن تامر مصطفى المدرب الفريق، يتحسب للمهندس فرج عامر رئيس النادي، يتحسب للنادي سموحة كنادي سموحة كله. تمام. لكن الفرق، مين الفرق اللي استفادت من قطاع الناشئين؟ هم الفريق اللي الأول. وصلوا للنهائي. الفريق الأول. الفريق الأول النادي الأهلي وصل بنتائج قطاع الناشئين الفرق الصغيرة، فريق سموحة وصل بنتائج الفرق اللي هي قطاع الناشئين الفرق. في فرق اتضرت كتيره، ولنفترض اللي هو مثلا زي الاتحاد السكندري، الاتحاد السكندري فرق الناشئين بتاعته ما ادتوش، فبقت الفرقه الكبيره محتاجه انها تكسب الماتشين. مزبوط. وده صعب. النهارده فرقه سموحه وصلت ليه؟ لانها كسبت سبورتنج فرقه واحده الدرجه الاولى مباراه واحده. سبورتنج كسب، بس فرقته في الناشئين صغيرين هم اللي كسبوا، فعشان كده الفرقتين اللي هم وصلوا الاهلي وسموحة هم أحسن فرقتين عندهم قطاع ناشئين. لو أنا كطارق سليم ومسؤول عن الحتة دي، لي اقتراح لاتحاد الباسكت. طبعا الدكتور مجدي أبو فريخة عامل شغل كويس قوي 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 للباسكت في مصر. ليه إن احنا ما نقلبش البوينت بتاع اللعيبة بحيث إن الدرجة الأولى تاخد البونتين والناشئين ياخدوا ثلاثة، بحيث إن أنا أهتم غصبا عني بقطاع الناشئين. لكن النهارده استاذ ابراهيم في فرق كبيره بتقول لك انا مش مشكله، يعني تخيل ان احنا النهارده مثلا فرقه زي فرقه نادي الزمالك، الزمالك الكبير دوت بيلعب على السابع والثامن عشان قطاع الناشئين عنده مش مظبوط، فدي بتبقى نقطه سلبيه مش نقطه ايجابيه بالنسبه. حلو الاقتراح ده يا كابتن. يا ريت يا ريت. انت عارف حضرتك ليه؟ لان غصبا عنك هتهتم بقطاع الناشئين. مظبوط. في فرق زي ما حضرتك قلت، في فرق انا عندي الفريق الاول جامد، مش الناشئين لو خسروا الماتشين وانا الفريق الكبير كسب الماتشين انا خلاص سعدت. ما هو ده بدراعي ده، يعني احنا هنرجع تاني، يبقى كده ملهاش لازمه مرتبط. بالظبط. انت دام عامل مرتبط يبقى لازم يهتم طب احنا النهارده في انديه زي ما تقول استاذ ابراهيم مش مهتمه، انا هوصل. لا، النهارده لا، ممكن تلاقي نفسك في الفرق اللي هي بتلعب من 9 ل 16 لو ما اهتمتش بقطاع الناشئين. يعني النهارده فرقه الاولمبي مثلا، احنا نتكلم على فرقه الاولمبي، الاولمبي بتلعب من 1 ل 8، مع ان الاولمبي ما معهاش محترف وفرقه الناشئين بتاعتها كويسه، فمدياها انها تلعب من 1 ل 8. في فرق كبيره الفرق الناشئين ضيعتها. النهارده المباراه انا اتفرجت على سموحه والاهلي تحت 18 سنه، مباراه من اروع ما يكون، عندنا ناشئين ما شاء الله. النتيجه طلعت 78-74 في اخر دقائق الماتش، كان مره سموحه مره الاهلي، في لعيبه كويسه